هرقل سأل أبو سفيان رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يزيدون، هل يدخل الناس في الإسلام ويكثر أهل الإسلام أو لا؟ هرقلي حجي رومي أبو سفيان برستك درجة أهل إسلامات الزيداد دفن أو كيم دفن؟ قال نعم يزيدون. هرقلي أبو سفيان جاود درجة أري زيداد دفن. فإذا كنا في هذه الأيام لا نزيد، هذا معناه أن لسنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هر که انوان روزا قدیوی چاقی زیده نوین هر روز دمکی امسر ریا پیخنبر نینن لابد ان نکثر من اتباع النبی صلی الله علیه وسلم سو یازم امگری اونی اتباع پیخنبر ما دکن امگری وانا زیده کن سر وانا زیده بخفن نعلم الناس امگری انسان هین کن لا نفتی فتوه نده لا نتکلم بشیء نشک فی 1% تشتك أم سر شكي دكن يعني سر شو تلاميذ يكن أم موضوع خبر نادر الذي لا نشك فيه 1% هذا نعلم الناس كالتوحيد أم تشتك كذا شو بهي نابينن مثلا قضية توحيدي أمي وان تشتك خبرنا أمي قضية وان تشتكن وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الصلوات المفروض الخمس مثلا قضية شاقين روح ميش شاقري مبر اتباع أبي خمبري مع عليه الصلاة والسلام بك ننشر المقاطع المفيدة الموثوقة للكبار العلماء ام جاري فيديو مثلا دنگ قطعي عالمي مازن ام جاري وانا بلاكن